واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. أحبتي أعزائي إخوتي وأخواتي، لقد أكد القرآن الكريم على التقوى وأثرها على المجتمع والفرد وأنها مفتاح كل خير، وقد بيّن شهيدنا الحبيب السيد الشهيد الصدر قدس سره وطاب ثراه مفهوم التقوى في القرآن الكريم، حيث يقول قدس سره الشريف. ويمكن شرح الفقرة التي نتحدث عنها، وهو قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في عدة خطوات. الخطوة الأولى إنها وقعت في خطاب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لوضوح أن من لم يكن من الذين آمنوا لا يناسب أن يخاطب، لا يناسب أن تطلب منه التقوى، وإنما يطلب منه أن يكون أولا من الذين آمنوا، فإذا كان منهم كانت التقوى مطلوبة، لأن الإيمان درجات، ولا يمكن أن يطلب من الفرد درجتان أو أكثر فوراً، وإنما تطلب بالتدريج. طبعاً تطلب الأسبق ثم التي بعدها ثم التي بعدها وهكذا. الكلام للسيد الولي قدس سره. وفي الحديث ما مضمونه القريب: إن الإسلام عشر درجات أقصاها الإيمان، والإيمان عشر درجات أعلاها التقوى، والتقوى عشر درجات أعلاها اليقين، والناس تمسكوا من الإسلام بأقل درجاته. ومن هذا الحديث يتضح أن درجات التقوى بعد درجات الإيمان مباشرة، ودرجات الإيمان بعد درجات الإسلام مباشرة. ومن هنا صح أن يكلف بالتقوى أو يخاطب بها المؤمنون خاصة دون من كان أقل منهم. الخطوة الثانية: إن التقوى أصلها اللغوي من اتقاء الشر. وفي حدود فهمي والكلام للسيد الشهيد قدس سره يقول: وفي حدود فهمي إن الشر الذي يتقيه الإنسان إن كان شراً دنيوياً فهو التقية. قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. صدق الله العلي العظيم. وإن كان شراً أخروياً فهو التقوى، أي اتقاء غضب الله جل جلاله وعقابه بالاقتصار على الطاعة وترك المعصية والصبر على البلاء والرضا بالقضاء. الخطوة الثالثة: إنني وجدت حسب اطلاعي القاصر أن أعظم من وعد بالأجر والثواب والمقامات العالية في القرآن الكريم هما عنوانان ومجموعتان من الناس: المتقون والصابرون. ونتحدث الآن عن المتقين وليس عن الصابرين. قال تعالى: يورد قدس سره بعض آيات التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى والله ولي المتقين وأزلفت الجنة للمتقين إن للمتقين مفازا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
وإن للمتقين لحسن مآب. يقول: حتى أنه من الممكن القول إن النجاة الحقيقية والعاقبة الحقيقية إنما هي للمتقين ما لم يصل الفرد إلى درجات التقوى، تبقى نفسه غير صافية وآخرته غير صافية، ومن ثم لا يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الخطوة الرابعة: إننا إذ فسرنا التقوى على أنها هي اتقاء المحرمات واتقاء العذاب الأخروي الناتج منها، إذن لا يبقى بينها وبين الورع أي فرق، لأن الورع هو اتقاء المحرمات والتقوى هي أيضا. وفي الحديث: لا دين لمن لا ورع له، لأن الذي تراه يستهين بالمعاصي ويرتكبها فهو إنما يستهين بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أنه يستهين بحقوق الآخرين طبعا. ومن يكون كذلك فهو لا دين له، حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا ولي الله. صلى على محمد وآل محمد. لأنه لو كان له دين ولو كان يشعر بأهمية دينه لحجزه عن معاصي الله سبحانه، ولحصل لديه الورع عن المحرمات. فمن لا ورع له لا دين له حقيقة. نقسم على هذا المصحف الشريف المهم، إن الورع هو ترك المحرمات والتحاشي عنها والحذر منها، فإذا فسرنا التقوى بذلك لم يبق فرق بين الورع والتقوى. يقول قدس سره: وأنا أشعر أن المتشرعة ليس لديهم أطروحة كاملة للفرق بين الورع والتقوى، وعلى الرغم من أنهم يشعرون بارتكازهم بوجود فرق بينهما، وأن التقوى هي بلا شك أعلى مرتبة من الورع، ولكن بأي شيء تختلف وبأي شيء تتصف فهذا مجهول عندهم. الخطوة الخامسة: إن أحسن ما يمكن بيانه كفرق للتقوى عن الورع إن الورع هو ترك المحرمات والتقوى هي ترك الشبهات، أو قل ترك موارد الشبهات. فإذا كان الفرد شاعراً بالمسؤولية تجاه الله تعالى بحيث يكون مجتنباً لموارد الشبهات، وكل ما يحتمل أن يكون فيه حرمة أو جرأة على الله سبحانه فإنه يتركه من أجل رضا الله سبحانه وتعالى والقرب له ونيل الزلفى لديه، فهو متقٍ، كما ورد في الحديث ما مضمونه: الأمور ثلاثة: أمرٌ بيِّنٌ رشده فيُتبع، وأمرٌ بيِّنٌ غيُّه فيُجتنب، وشبهاتٌ بين ذلك. فمن اقتحم في الشبهات كاد أن يقع في المحرمات، وأما إذا لم يقتحم في الشبهات ووقف عندها واحتاط لنفسه فيها فهو المطلوب، وعندئذ سيكون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا معناه أن المؤمن يمنع نفسه على مستويين وليس على مستوى واحد. المستوى الأول: أولاً المحرمات الواضحة الفردية والاجتماعية
وكذلك الباطنية والظاهرية كسوء النية والوسواس والاعتداء وغيرها. وهذا معنى قوله: أمر بين غيه فيجتنب. ثانيا: إن الفرد يترك كل ما هو محتمل أن يكون كذلك من الأفعال والأقوال، ولا يحاول المشي في هذا الطريق المشبوه مهما أمكنه، وإنما يقتصر فقط على الطريق الواضح لرضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه. وهذا معنى أمر بين فيتبع رشده فيتبع، أي الطريق الواضح الذي يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أيضا فرقه عن الورع، فإن الورع هو ترك ما أحرز الفرد كونه حراما وما علم الفرد كونه حراما دون أن يترك الشبهات، فيكون ورعا ولو بعنوان أن الشبهات مما لم تثبت حرمتها، وكل ما لم يثبت حرمته فهو جائز بأصالة البراءة عنده عن الحرمة ونحو ذلك. وهذا صحيح فقهيا، إلا أن هذا النحو من السلوك والأفعال لا يصل إلى درجة التقوى ما لم يقف عند الشبهة ويتجنب كل ما هو محتمل أن يكون سببا لغضب الله تعالى. بقيت خطوة بسيطة، ولكن من الواضح في هذه الدرجة من التفكير أن احتمال السوء ينبغي أن يكون واضحا أو معتدا به لكي يتجنبه بالرغم من جريان أصالة البراءة في نفيه. وأما إذا كان احتمال السوء ضعيفا مرجوحا جاز له عمله مع وجود أصالة البراءة في نفيه.